السلام عليكم جمهورنا الحبيب. مع رزاق اليوم نستضيف نجم من نجوم منتخبنا الوطني الكبير الغزالي الأسمر قصي منير. مرحبا أبو طه. أهلا وسهلا بك كابتن رزاق، فرصة طيبة اليوم نلتقي بك وسعيد بتواجدي معك. كابتن قصي، اليوم راح نبدي نسولف على بطولات الخليج، والصدفة الحلوة أنه اثنين أول عودة للعراق بطولة خليج 17. شنو اللي صار وتشوف أنه المنتخب العراقي حاليا ما حقق ولا بطولة، وأيضا الترحيب اللي كان بوقتها كان له دور كبير في عودة العراق، وشلون احنا حسينا بقيمة العراق بهيج بطولات؟ مثل ما تفضلت، يعني أول بطولة هي اللي كانت خليج 17 اللي في قطر، يمكن كنا محترفين في دولة قطر، يعني كانت الأجواء مو غريبة يعني على أكثر اللاعبين، إذا أنا أنت الشباب اللي كانوا معانا الكل كان محترف، ثمان لاعبين تقريبا في دولة قطر. يعني التوقعات كلها كانت الصب أنه منتخب العراق قادم للبطولة وبقوة، و كان فريقنا يعني أنه تذكر أنه عبد الضبطي، يعني هذا اللي التمؤشر أنه كل الفرق وكل الناس اللي تتابع المنتخب العراقي قال أنه المنتخب العراقي راح يحضر البطولة ويكون منافس قوي. لكن احنا يعني ما اعرف انه بطولة كأس الخليج دائما ما ينقصنا، يعني كيف نتعامل وياها. يعني انا اقول بطولة الخليج خاصة بالضبط، يعني انا مختلفة عن كل البطولات، يعني تلعب احنا نقول على قولتهم بطولة الشيوخ، بطولة امراء، يعني تعني لهم الكثير. يعني خلينا نكون واقعيين ودول المنطقة انه الفوز بكأس الخليج وكأنما فائز بكأس آسيا طبعًا. يعني ف اللي المؤشر اللي كان دائما يصب بمصلحة العراق، يعني انا اقول لك شلون نوع من التخدير، نوع فعلاً. من اللي احنا وكأنما انه الدعم اللي صار من خلال الإعلام بالضبط، من اجينا للبطوله حسينا نفسنا يعني نمشي على صابعنا خلاص وكأنما حاسمينها. يعني وحتى نستذكر من خلال برنامجك انه تصميم الكاس، اي يعني الاخ احمد البحران الرجل مستوحى من يعني الشماغ العراقي، وشون يعني وكأنما هي البطوله مبنيه او مؤسسه انه في سبيل انه العراق ناخذها. بس لكن سبحان الله قلت لك دائما ما شوف الكابتن قصي تحكي انه الحفاوه وحفل الافتتاح كان كله بالضبط، يعني حتى كان حضور الفنان كاظم الساهر على العراق، يعني كل امور صب صالح المنتخب العراقي. لكن يعني انا اقول لك ممكن كان ينقصها الحضور يعني الجماهيري، يعني كان ذاك الوقت لو انه الدخول العراقيين دوله قطر احنا نتحملها كلاعبين لو مدرب لو إدارة، يعني والله أنا أحمل الكل، يعني حتى لا نقول نذبها بخانة أو جهة معينة، الكل يعني يتحمل مسؤولية، ذا من اتحاد، من لاعبين، من كادر. يعني شوف هنا شلون حفاوة الأمير باستقبال الفنان الكبير كاظم الساهر، وكان بوقتها تعرف الجمهور هنا انقلب. لا هو ناهيك عن فنان بحجم كاظم الساهر ويحيي بطولة كأس الخليج، بالإضافة لدولة قطر، يعني هم ما ننسى أنه من ناحية التنظيم أنت لعبت فترة طويلة، يعني هم فعلا من ناحية التنظيم على مستوى عالي. يعني إحنا أول ما دخلنا الدوري المحترفين جابوا شركات إسبانية للنقل، وجابوا كل شيء أجنبي حتى يتعلمون من عدة. يعني احنا حتى نتمنى انه تكون موضوع التنظيم هاي يا مباراه احنا اخترناك اياها قبل، رحنا لك على المباراه هنا هاي هوار كهوار سوى لك جزاء وعندك هدف كم هدف بدك بكاس الخليج؟
الصور بس هدف واحد. بس هدف واحد. ما سجلت. لازم تدعي الهواء. ما سجلت. لا من الطانية. أنا عفتك إياها. أنا لو ما أخذت كان ممكن كنت أنافس على الهداف. سوتشي. قد كان عندك؟ جولين. بس أنت باي البطولة كنت تستحق أنه يتوج جهودك بهدف صراحة يعني. والله هو قلت لك مو بس هدف يعني هو كمجهود يعني مجموعة يعني كنا نتمنى انه بس هاي اذا تنعاد بالفار مو الجزاء قبل هو كله تمثيل بتمثيل بس شوف الوقع مالته ذا يدوه هسه الوقع مالته وصل القاع على راسه قبل يعني نوار يعجبك التمثيل بس احنا قبل شوي بس هنا تدري هنا اكثر لاعبين الاماراتيين يقولوا لي كانت تنذفها برا ضيعها كان هم لهم امل كان لهم امل انه على سوى الاحتمال بس متعادل ما اعتقد انه الامل لا يعني يطلعون متعادلين يعني سوى الاحتمال انه مو خساره شفت الكابتن عدنان حمد شنو يعني لك خصوصا انتم اللي بديتوا وياه يعني شوف كابتن عدنان يعني شقد ما اتكلم عنه قليل بحق الرجل يعني متفضل على كثير من اللاعبين يعني اللي جيلنا واللي قبلنا يعني هم يعني درب مجموعة كبيرة من اللاعبين اسم على مستوى يعني أنا دائما أقول كابتن عدنان يستحق كثير لكن سبحان الله يمكن دائما معانا خاصة المباراة الفاينل اللي هي تكون يعني انتو فتو هو فاتكم نفس الوقت هو صنع عندكم جيل هو صنع جيل وانت قدرتوا بالضبط ولا تنسى انه مجموعة لاعبين يعني مجموعة لاعبين كانوا نتاج مواسم نعم. ومنتخبات يمكن نعم. كل يستذكر انه اكثر لاعبين هم معاه من منتخب ناشئين لا شباب اولمبي اكيد العمر يمر بس يبقى الاسم والتاريخ ينذكر يعني فعلا كابتن عدنان مدرب كبير هنا أنا انت خليجي 18 غبت خليجي نعم بسبب الاصابة اللي احنا كنا متواجدين ايه هنا أنا خليجي 20 كان باليمن نعم كانت بطولة بالنسبة لكم خلينا نقول ممتازة وناجحة شنو انطباعاتك انه مباراة قيمة على عشب صناعي ومباريات نقول مهمة لكم انا اشوف من بالنسبة للخليج اليمن يعني من نستذكر ما مو ديش الامكانيات انه حقيقة انتو لا مو كفريق كتنظيم يعني اذا نقارن بين البطولات اللي مثلا في قطر او في الامارات او باي دولة خليجية يعني ما تكون بالمستوى إمكانياتهم لكن اللي ميز هذه البطولة انه الحضور الجماهيري الجمهور يعني الجمهور اليمني كان بالضبط كنتوا كأنما بالعراق الحضور الجماهيري وشعب محب يعني بالنسبة للعراق ما شفناه بالبطولة اما غير ما اعرف لكن ما شفناه بالبطولة كان مساند قوي داعم قوي للفريق العراقي لكن سبحان الله ايضا يعني هاي البطولة كانت بإيدنا يعني خاصة مباراة هي الكويت كنتوا قريبين يعني وصلت للتعادل تعرف مشكلة التعادل والضربات ترجيح تكون ضربات الحظ هنا أنا أشوف أكو لاعبين يعني مهدي أبو غضب أبو زينب ها ما لعبوا مكانه أشوفه مدافع يسار أي زين ما كان أكو مدافعين لا هنا كان في وقت باسم ياسر رعد لا ياسر رعد هنا إصابة مالتك ياسر رعد ياسر رعد ما موجود هنا بس اللي هو باسم بس باسم كان خلاف يمكن مع سيتكا وما لعب باسم قلت انه مهدي يلعب مهدي ما تحطه يلعب هو هذا شوف هذا اللي ما يميز انه لاعبين يعني اكثر لاعبين يعني سلطة رحيمة جيبت لعبة بالوسط يلعب بالوسط مهدي تلعب مدافع ظهير يمين ظهير يسار يلعب كانوا يلعبون بكل مركز وما يحشون ما يتدمرون بالضبط يقدر يعني اللاعب يلعب أكثر من مركز
عندك علاء عبد الزهرة كان مميز، نشأت ممكن تلعب الأمام مع يونس، يعني قادر أنه أي مدرب يجي يتلاعب بالتشكيل. راح يسوي هو جو هوار هنا قدم مستوى، يعني كان على يعني هوار مبدع بكل المباريات. يعني أنا قلت لك أكثر اللاعبين هنا كانوا، يعني كان ينقصنا فقط إنه هو الوصول للنهاية. أنت كنت تغضب عليهم كلهم. أنا أشوف أكثر الناس يقولوا أنت هادي. هادي. بس أقرب بالملعب. يعني ما أكثر واحد يدرد. إي مو تعرف لاعب الوسط. يتعب. إذا ما إي يعني أنت بالحالة الهجومية لازم تزيد، وبالحالة الدفاعية تزيد. احنا نحس بمعاناتكم، انتوا تتعبون تقطعون الكرة. والله اكثر واحد انا اتعب. ايه نشد اللي تعبنا اكثر شيء. لانه لا انا بالعكس انا اقولهم يعني هنا أنا اذا صالح ابو مهدي الله يذكره بالخير، رجل اذا كان موجود كرار نشد، انا اقولهم لا يعني لا تدافعون، بس اللي يطلبه منكم انه الكرة الثانية من نشترك بأول كرة، الكرة الثانية لازم أنتم تأخذوها حتى طبعاً. نعيد أو من نقطعها لازم أنتم تطلبوها، فكانوا ممتازين. أوكي تمام. بس مرات يتعبوننا أنه يسرعون باللعب. أي إذا سرعوا باللعب نتعب. كابتن هنا ستكة والمرحوم كابتن ناظم شاكر الله يرحمه كابتن، شنو كان يعني دوره هنا مواقفه بالنسبة لكم كلاعبين؟ يعني قلت لك هنا فريقنا كان متكامل، يعني حتى من ناحية الكادر، يمكن أنا أقولهم دائما أذكر مدرب سيتكا، أقولهم شخص ممتاز يعني من ناحية التدريب والأمور. دربنا بقطر يعني أفضل من المدربين مثلا اللي مروا كأجانب، يعني الرجل كان يعمل، بس سبحان الله ما يعني حصل له التوفيق انه في بطوله طبعاً. يعني اذا كنا هاي بطوله اليمن او كاس اسيا في قطر، يعني صح انه استمر مع الفريق لمده طويله بس ما حقق شيء مع الفريق، لكن كمدرب كان يحتاج انا اقول لك وقت اسناد ووقت. احنا ما حد يقدر يتحمل مدرب، يعني احنا اي احنا شويه تاثير الضغوطات اللي تصير بساعه نغير. كاتنيتش هنا كان يدرب الامارات يعني هم فتره طويله هو درب منتخب الامارات. اي لا هو درب بهاي البطوله، وايضا كانت اعتقد بهاي البطوله كانت نتائجهم يعني بالمستوى، فلذلك قالوا. وايضا بالعراق قدم مستويات. شو تشوف يعني عمل هنا العمل الفتره اللي عمل بيها، انا اشوف انه عمل وفق الامكانيات الموجوده، يعني انا كرأي من افضل ما يكون. قالته كانت خلينا نقول سببت مشاكل للكره العراقيه يعني فتره. اي لانه انت اليوم تجيب شخص ما يعرفه بوقت قصير صعب، يعني في أي بطولة وأي مدرب يجي اليوم في فترة قصيرة ما يقدر إنه يغير. نعم. ليش نقول هسه على سيتكا؟ لأنه فترة طويلة استمر مع الفريق، عرف اللاعبين عن قرب، قدر إنه فريقنا، والدليل في كأس آسيا قدم الفريق مستوى أيضا كان ينقصنا يعني فقط إنه الآن كأس آسيا لازم ياخذ فرصته كاملة صح؟ أنا يعني أتمنى هذا الشيء، يعني وأتمنى الناس اللي أشادت بي وتكلمت عنه أنه يظلون على كلامهم ويدعمونه إلى هاي حقيقة، يعني أنا لأنه أنا أعرفها راح اليوم يتكلمون معاه ويدعمونه، لكن من يبدأ العمل راح أنه شوف شيء مختلف. فيعني ما راح أتمنى ما أنه تكون كأس الخليج اللي بالبصرة تكون كمقياس أو معيار نحدد هذا المدرب يستمر او ما يستمر، وخاصه كاس الخليج خلي تكون بدايه لنا. يعني هنا تذكر هاي انت قولت انا لا ايه هاي اللغه بس
بس عندنا مباراة البحرين. زين تزين هنا هذا لا تعترض هسه. لا بالعكس هنا. هنا أنا صارت مشادة ويا من؟ ويا. بس ما بيش. ويا عموري. آه. كان بدايته. فيجى فيجى منو سعيد الكاس. إيه. الله يذكره خير. فيجى قال كابتن إهدى إهدى يعني يعرفني. إيه. وباوعت هذا بعد ايش كان صغير ومدفوع وهذا فسعيد قال له اهدى يعني لا انه ما تروح تقعد ما تحتجي معروفه لا فقال لي كابتن ما عليك يعني خليه صغير وهذا ومندفع قلت له لا ما عندي شيء بس قلت له خلي شوي هو يهدى زين قال انا بكلمه حكى وياه هذا ما اعرف يعني ليش انه حسبها على على شويه احتقد دفع يعني بس ما بيش شيء بس حكام يعني هنا كان حكم يمني كمباراة القصة يعني انت انت ونشأت كنتوا تسوون ثنائي شوف ال شوف 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 ال 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 باليسرى اي لا زين اليسرى يشتغل لا من زمان يعني شوف هسه يعني هاي نادرا نشوفها بلاعبيننا يعني يعني احنا كنا نقول قصي هو يدافع لنا على الكرة وهو يجيبها بس اخر ايامك صار عندك تطور رهيب اكيد يعني خصوصا بالثروبات شوف انا اول اول ما اول ما لعبت يعني يعني كل مباراه تخلص وراها اشوفها قيم نفسك اظل اشوف شنو الاخطاء اللي صارت عندي شوف باص اول بدايتي كانت انه كثره الاخطاء يعني اتحم هواي يعني مثلا فاولات وكذا يعني بديت انه احد من هذا الشيء بديت انه شوف الرؤيه بتغيير اقطع بديت انه يعني نستفاد من الناس اللي اشتغلنا وياهم يعني انت كمولاعب وسط اليوم أي. يعني انا هسه حاليا مدرب وانت حضرتك نعم يعني لاعب الوسط اذا ما يفكر بالمهاجم اول حل من انا اول اول بالضبط اول نظره لازم يكون تفكير لازم بالمهاجم من بالضبط وبعدين الحلول الثانيه تجي بعدين افكر انه العب بالجانب للخلف الاسناد الخلفي لكن اكو لاعبين تشوفهم مو بقصي لاعبين ارتكاز حاليا نعم يعني ممكن وقتنا او وقتهم الان يختلف عن بالعكس هسه احسن لهم اي لا لا قلت لك يعني هسه انا برايي اشوف الفرق كانت اقوى المنافسه كانت طبعًا يعني كلش قوية المنتخبات اللي معانا يعني استذكر كان عمان يعني منافس قوي وتعبنا يعني لفترات طويلة يمكن ما فزنا عليه يعني هاي ضربة الجزاء تتذكرها بآخر دقائق كانت تشوتتها لو ذيك لأنه تحصيل حاصل لا لا بالعكس بس شوف أكو شغلة اللي كانت فترة من الفترات كنا ما ملعبين يونس بذيك لا لا مو يونس حتى يونس اقول لك كان انه اكو تسمية فلان وفلان وفلان هو المدرب اذا ما يجي رزاق يجي قصي اذا ما يجي قصي يجي كذا منو يشوت هنا شوي لا ما كانت انه وحتى اضيف لك معلومة انه بهذه البطولة مباراة الكويت اللي كانت هي يعني نصف نهائي يعني خلص تفوز تروح على النهائي تمرنا خلاص وقتنا التمرين وهذا احنا ما تدربنا على ضربات جزاء يمكن انا لي تصريح انا حكيت بها اي صحيح ما صدت اي فما لعبنا ضربات جزاء وصارت انه سبحان الله وصلت الضربات يقولون هاي حتى بوقتها يعني الإشارة انقطعت ما حد شافها مشنص يونس حتى بهاي هاي المحظوظ أبداً بس هنا بس هنا كان متألق علاك أي علاك كان كان لا يمكن هو نافس على هداف هنا مع البحرين أي هوار هوار الكورنر مالته شو من زعل هوار عليه وزقله هو طبعا يأشر اي لا شوف هذا جول انت هنا مساند ها هذا علاء
شوف شوف الشغله الحلوه قبل، يعني حتى ببعض حالاتنا تلقى 5 لاعبين 6 لاعبين زياده زياده، يعني اكو حالات يعني هسه ما جاي نشوفها. انا اشوف انه يذبوها مثلا للمهاجم ويريدونه هو هرق المدرياه ويقوضها ويسكنها. هاي صح هسه ما جاي، يعني الخمس لاعبين وانت مساند وبالجزاء ضاغطيهم بحيث انه ما تطلع الكره. شوف فريق بالضبط صار نضوج، صار عندكم نضوج. حتى شوف يعني عماد ولا يونس ولا انت ولا نشت، يعني صارت عندكم مباريات. هوار هسه ما يصنع، قال انا صوتي صنعت بس يزعل اي واحد قال انا طلعت هذا الباص. لا هو مو بس هذه، انه يعني مو بس نضوج، يعني تلعب انه اكو فارق. انه قلت لك لما تلعب الكره مثلا اليوم انا اعرف يونس ونشأت وين يتحرك، اي صار وين يتحرك، صار يعني صار عندنا حفظ. نعم واحد حافظ يعني الثاني، انا حتى واحد يعرف حركه الثاني. استذكر لما رحنا للخور، نعم جينا الخور القطري هدف التعادل، هدف التعادل من رحنا انا خلاص يونس وياي مهاجم، اعرف يونس شو العب له. تدري انت بملاعب قطر فعلاً واسعه، ملاعب على مستوى عالي، فالعب له بالفراغ هو خلاص. يونس مو اللاعب اللي مثلا انه سويت تلعب له تحت الضغط، اخذت كاس ثالث على الدوري، ثالث على الدوري. هنا أنا يعني كنت مسيطرين على المباراه، فاول غير مجرى المباراه. فاول يمكن وانا صار وياي هذا، طبعا مو فاول هو هذا اتذكرها، يعني هو بكره ثابته، هو حكم يمني كان بيها كره ثابته. نعم فاول اتذكر انا سويته، يعني عاشت ايدك احتكاك وايدك ما قصرت بس لا مو فاول، يعني قلت لك انه بس هسه راح اصنع هدف، راح اصلحها. اي لا هو انا ما حسيت بذنب ما صعدت لا لا شفت اشارك يعني بالكرات لا تاخذ فتره قمت تقول، اي مو بس اشارك بس هي هاي كره رايحه للاوت هسه انا راح تصنع الهدف. اي هاي حلو يعني هذا كان شوف اتذكره كان بطولات الخليج. نعم كانوا تكتيك يستخدموه الامارات. أيه. هسه شوف الحاله تكررت مرتين عندنا. أيه. هاي كانت مدروسه، كانت نقول تتمرنون عليها لو صارت صدفه. لا لا انا مو هي صارت صدفه بس مرتين اي اللي صار شنو يعني هم اللاعبين يعني اللي موجودين يعني انت اجبرت يعني انت مثلا هسه من لعبها هوار على العمود البعيد خلاص يعرف انه منه اكو لاعبين يعني مو انه يلعبها وخلاص يعني كان يقدر انه يلعبها يلف على المرمى وخلاص مهارة. أيوة. لاعب بس وخبرة لاعب انه يدري انه اكو لاعب واحنا بالذات احنا نتوزع مثلا نقول واحد يروح قريب يعني واحد يروح قريب واحد يروح بعيد. هذا الهدف الثالث هم هوار سواه، قال له شلون سويته؟ قال له من الرمية. يونس زين الحكم جزاء لا لا هو دق ضربه جزاء بس يعني كانت انه هم عنده قرارات صح مو مؤثره باستثناء اللي صار هدف. شوف هنا انا اكو حاله صارت مثلا يونس ما شوت هنا كانوا ما يطوا جزاء لو كان لا لا لان هوار ما مقوم لان هو جوز يعني ما مسجل ممكن اي يعني كان ممكن كان محدد من الشوط. لا لا قلت لك ماكو محدد يعني هي المشكله. شوف هنا ما كل الواجبات اللي مثلا كل من انه ها هنا يونس قال له انا انطيت الهوار صح؟ يقول له انا خليها انا يعني عندي هاي الظاهر كان يصالحه جزء زعلاني رد جميل وين تعكون عادي هوار بين يوم ويوم ها وشوف وهذا يصالح
نفس مالي مواسي صالحة بجزاي صالحة يتعاركون بس اكو شغلة يعني هاي يعني واحد يحكيها امان انه تدخل الملعب خلاص فعلا هذا المشاكل هذا والله يعني جربتكم يعني. بالملعب رجال وما عندكم يعني انت اوكي ماكو مشكله انا اختلف وياك بس العمل ما يخص انه شوف مشكلة. لا عارفه اذا سوى نفس الحركه يعني متعاركين هاي بقى لا اتراضى اي شوف وطاي اتراضى بس هو هسه هنا منا لحد المباراه الثانيه انتوا ساعدتوا اللاعبين الشباب الصدق لو ما اعطيتوهم فرصه يلعبون وياكم ونضل يعني مثلا يونس ما خلى مهاجم انت ما انطيت لاعب شو اسمه سته ونشات انا هوار كلب بالجانب اذا تحكي عني عن نفسي انا احكي لك انه تقدر تسال الشباب بالعكس كنت داعم لهم يعني بشكل مو طبيعي انا ما احب ولا اقول لك انه انت منو اجى وياك؟ يعني اذكر نسيت اجوا مجموعه فريد مجيء زين لا يعني احنا اللي اجت مجموعه ويانا اللي هو فتره سيتكا واستمروا ويانا وعندك اجوا في كاس مثلا خالد يمكن لا مجموعه الاولمبي ايه مجموعه الاولمبي اجى على ابو زهره اجى خلدون ابراهيم خلدون صح محمد قاصد علي عباس بعد منه تقريبا سبع لاعبين اتذكر انه اجوا احمد عبد العلي كوبي يعني سبعه اللي حضروا في كاس اسيا 2007 معي موجزه فانا كنت معاهم يعني سامان قلنا له 20 سنه تبقى المنتخب ورا 6 اشهر طلع يعني سامان والله لاعب ممتاز يعني عده المواصفات والامكانيات فعلاً, فعلا استغرب ما اعرف يعني لا مرات المنتخب صعب انا اشوفه بعض الاوقات واحد مثلا خلينا نقول يصيب الغرور بعض الاحيان يعني مو جاي نحكي عنه بس سامان نعم. بس اكو لاعبين اللي استمروا فتره طويله هذول كلهم كانوا محافظين يعني انا مثلا عندك نشأت وانت وخلينا نقول عوف يونس هوار كنتوا يعني ملتزمين حتى عماد وهي شوف انت تعقيبا على كلامك انه جيت انتم مهدي احنا الفتره اللي بيها يعني بقينا فتره طويله نفس المجموعه نلعب اي مدرب يجي من الصعب انه جازف مثلا يشيل نشأت يشيل يونس يشيل هوار فيضطر انه انت تسالني ما اكو لاعبين لا اكو لاعبين بس يقول لك انا خلاص اللي موجود لاعبين اللي عندهم خبره والعب بيهم وما هذول اسماء عكس يمكن انا اقول لك ورا ما طلعنا من المنتخب يمكن قامت لا بدت تتغير هذا سعد عبد الامير وياكم كان سعد كان موجود ايضا يعني سعد خوش تحس بي انه هو اللي والله سعد انا اشوفه سعد يعني انظلم يعني الرجل يعني وكان يستفادون منه فعلا. فتره طويله يعني انت اليوم من لاعب تجيب المنتخب هو لعب منتخب شباب اولمبي يمكن هو تاسس الهلال الوطني فعليك انت تستفاد منه لفتره طويله لاعب خبره واليوم نشوفه بالدوري العراقي مع الزوراء فكان مفروض انه يستمر مع المنتخب يعني عكس ما صار يعني بسبب خلافات شخصيه مشاكل مع هاي المباراه وهي عوان كانت كان يفيدنا التعادل حتى مثلا اي نعم يعني انا اقول لك هاي يعني انا اشوفها من اصعب مباريات لعبناها هي هاي وما لما ماشي اثنين هنا التعادل يصعدنا لانه تعرف تلعب على التعادل نوعا ما تصير اريحيه اطمئنان بالنسبه لك وهنا فريق عمان فريق كان يعني مو فريق سهل كان ماخذ بطوله ماخذ بطوله عندك ارضيه الملعب كانت هناك كل السيئه يعني انت تشوفها خضراء نعم
بس يعني صعب سيء سيء يعني عشب كان يعني تزحلق يعني الاستاد ما استاد يعني تأذينا به يعني بصعوبة بأشوف هسه اللاعب شلون محمد علي كريم ف... اي كانت يعني تمام يعني ردنا بس انه زين وين معسكركم كان قبل البطولة؟ ما رحتوا مثلا بالاردن؟ لا عسكرنا بالامارات يعني بالامارات يعني ما عسكر ما تصور شوف يكفي التمرير والجو التكتيكية كان انا اتذكر انا اقول يعني اني خصوصا التجيل والجيل القبلكم الله يا هواه كان وهم يصنعون مدربين يعني فكرهم وهم يتصرفون صح بالملعب اكيد لانه يعني شفت الجمله هسه اللي صارت اللاعب يعرف يتحرك ليش انا اقول لك اياها لانه متاسس ايه. يعني خلينا نكون واقعيين هسه مثلا تيجي على على شفت كم لاعب بالجزاء وهجمه يعني تيجي مثلا على اكثر اللاعبين انه لعبوا الفئات السنيه دخلوا في مرحله تنافس مباريات اذا بالفئات السنيه لا وصولهم للمنتخبات كل الامور اللي تخطر على اللاعب او تصير كحاله لعب مره عليه من وصل مرحله منتخب وطني خلاص انا زميلك اللي خلاص انا خلصت كل الوقت سوا نشأت كان له دور كبير يعني خصوصا لكن كانت بيناتكم مشاكل اتذكر يجي ياخذها من عندك ما تروح هناك لا لا يعني مشاكل مو هذا مره احمد كاظم انت تحكي ما ادري يا لعبه جاء ما ادري يا نشأت ما ادري نزل راد يستلم قال له ايش عندك جاي انا العبها يعني شوف نشأت حقيقه لما تعطيه كره تطمئن فعلا يعني انه يوصل الوسط وخاصة يعني. إذا على قولتنا ندار على مرمى الفريق نعم. الثاني خلاص إنه الكرة تكون بأمان راح توصل لللاعبين بالإضافة إلى أيضا صالح شوف الباص بس المشكلة إذا تعب تحب راسك إذا تعب يا لعبة من اللعبات إذا تمشي يعني ما احكي لك انا يعني يصير اي لا هو اكيد الملعب من الروس لازم اخر شيء بين الشوطين جاي هنا مال الكويت هذا اي كان هي هاي كان نحسمها باللعب يعني احنا تقدمنا وكان بامكاننا هذا الهدف الاول هذا هدف مبكر اول 20 ثانيه اكيد تتلخبط اوراق يعني بالعكس انا اشوف يعني الفتره اللي لعبت فيها بالمنتخب يعني لما يجينا هدف تصحوا راح شلون صحوه راح يكون وضعنا كمستوى كلعب افضل من ما انه النتيجه على ما هي انه 0-0 يكون مطمئن وهذا بس هو هذا الجيش كان افضل تقريب جيل كويتي يعني حتى مثل الجيل العماني بالضبط هم هم مجموعه لاعبين انه بدر لعبوا فتره طويله المنتخب بدر يعني يلعب يمكن اي لا بدر ما يشارك يمكن لو شارك والله كل شيء توقع لا والله هاي البطولة اذا وين منتخبات الخليج يشارك والدليل اسماعيل مطر يشارك ناس معي خلاص هاي خلاص اي بس يعني هم بقى فتره طويله هاي اذا عندنا شيء يقولوا له بطل اسماعيل شناني تنافس بطلت انا قبل 10 سنين اي لا يعني هم الشيء الحلو انه اي بس هم يعني بما انه عندك عطاء لاعبهم صراحه يعني مثلا هسه هم يدرون المطوع انه ممكن يصير هدا خلينا نقول اكثر لاعب بالعالم لعب مباريات اي نعم هم جيلهم هذا اخذ غرب اسيا وايضا اخذ هاي البطوله اخذ يعني. هاي البطوله اي هاي يعني هم تسمع الكلام انه وكانما شلون بدينا قلنا انه خليج 17 كانت وكانما هاي. العراق هذا نفس الشيء قال لك هاي البطوله العاشره اللي اخذوها تصور نور ماكو هنا لعب محمد قاصد وتعور حلو تعور ونام هوار قول ها هوار قول ماشي بده راح يقتل له واحد بس المدافع غير اتجاه لا هو قول هو قول ما عليه يعني ابا المدافع هو قول لا تسجل بعد هو لعب على الهدف انت قلت احنا كل ما يجي جول علينا نرجع نرجع وضعنا ورا خمس دقائق جا جول اي
وقولنا سيطرت على المباراة وقولنا الثاني ورجعنا. بس قلت لك انه صارت الربكة انه صابت محمد قاصد بهذه المباراة ودخول علي مطشر، يعني هذا اللي شوية أثر صار علينا هدف. شوف هسه علاء من قطع كرة وين زاد راح شغلات، تكون الأمور كلها عدة طبيعية ويسجل. قلت لك اللي صار هنا موضوع إصابة الحارس هاي جزاء هذا مصطفى كريم. مصطفى ما أخذ حجمه أو خلينا نقول لأنه كان يلعب يعني مصر واسم و... إيه بس مو قلت لك أنت قلت اللاعبين الشباب يعني إجا فترة إنه يونس أيه موجود فعلا مثلا غير يونس همينه، فمن الصعب إنه قلت لك مدرب يجي جازف ما حد يقدر ياخذ فرصة يلعب ما حد يقدر يجازف فممكن بس هو لعبه هنا. بس هو مرات أنا أقول هم توفيق أكيد توفيق، يعني مثلا هنا لو جاي جولين المصطفى كان أخذ يعني هو هنا أصابت قاصد كانت أي. وأيضا أول مباراة تقريبا العالم طشري يعني مباراة يعني صعبة كانت يكون اللاعبين العراقيين عن الإعلام خصوصا بطولة الخليج. أوفسايد شوف ال 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 أشوف الباص كله بالعمق. أنت النشأت شوف الجول حلو هاي قليل هاي شو هذا أبو مراية وين شاف على وين لا أبو شمم شافه بالمعوب بس أنا دمرت أقول له العب ليها قصيرة أيه. يلعب ليها قصيرة ما أجي أقول العبها وراي يلعبها وراي أيه. ها هم ما أروح يقول تدمرتني بعد ما أطيب شخصي أيه. العمدة كان يعني شوف هاي آخر دقائق كان مسيطرين أنتم يعني على المباراة حتى الشوط الثاني يعني كان سيطرة تقريبا 5 فرص إلى 4 فرص اللي صار فقط إنه هم تسجيل الأهداف فعلًا يعني المباراة كنا مسيدينها يعني من بدايتها يعني حتى الهدف اللي صار الأول هو صار هدف يعني غير متوقع يعني زين نروح على الجزاءات نشوفها ضربات الجزاء مشكلة يعني أنت أي واحد يعني يضيعها أو يسجلها هي 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 ضربة جزاء لكن لا هي مو مقياس كلاعب بس نعم. إحنا مشكلة جمهورنا عاطفي تعرف يتمنى إنه دائما بس الفوز صالح. ما يفكر إنه صالح بالجزاءات يعني صالح كان يتعامل ممتاز يعني هنا بس هي هناك و صار. يمكن ضربة تنفيذ هوار أيه. قالوا قطر تفوز بكأس العالم استضافة كأس العالم هنا ضربة مصطفى كريم صارت أي هاي أي. هنا صار فد أجواء تغيرت شوف أنا ما أخاف من الجزاء أيه يعني أروح أنا بس شفتك. شنو مرات انت تحس نفسك تعبان وما عندك القدره يعني مثلا نفسك تذكر لك مال 2007 لا انا قبلها بيوم منفذ 12 تنفيذه بنارتي 12 وحده مسجل اي لا هي شوف ضربه جزاء ترى شغله حظ مرات الحارس يصير نفس خلينا نقول التوافق وياك ويروح يعني حاله طبيعيه جدا أي. جايتنا هسه خليجي 25 شو توجه للجمهور واللاعبين رسالة والله شوف أول شيء إنه اللي أتمناه إنه ما نولد ضغط عليهم على الفريق لأنه خلينا نكون واقعيين لأنه اليوم راح تنحسب إنه على أبو إنه عامل الأرض والجمهور مباراة انت منظمها بطوله فجمهورنا عاطفي منتهين من هذا الشيء انه دائما يفكر فقط العفو بالفوز لكن مدرب جديد
لاعبين اضافات جديده. خلي نكون كبدايه انطلاقه للمنتخب. من ياخذ اللقب؟ توقعاتك؟ والله المشكله ما معروفين الفرق اللي راح تجي، هل راح تجي بالصف الاول او بالثاني؟ انت قل فريق حتى لو يعني انا اقول لك اذا كصف اول يعني ممكن عمان. عمان فريق ممتاز. ممكن عمان ينعدهم مجموعه لاعبين. نشوفك بعد البطوله ان شاء الله. انا اشكرك جزيل الشكر بحضورك. بالعكس سعيدين اليوم تقابلي. سعيد جدا انه شفتك اني صار فتره طويله. عزيز كابتن رزاق شرفت اليوم. شكرا لك وشكرا الى جماهيرنا، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامج مع رزاق. تحياتي.